يقول سماحة الشيخ، يقول هل يجوز أو هل يعتبر شراء المصحف جائز ووضعه في الحرم كصدقة جارية؟ طيب هذا طيب. والمصحف كان يباع في عهد السلف، كانوا يبيعونه، ولأنه ما يمكن تحصل على المصحف إلا بالشراء، كيف تحصل عليه بدون الشراء؟ هل أنت على استعداد تكتب مصحف لك؟ اشتري يا أخي.